السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. معكم الكابتن محمود الطحان، معنا كابتن إسراء مصطفى، والنهاردة هنتكلم على تمارين تتعمل في فترة أثناء الصيام. حاجات بسيطة ممكن أي حد يعملها في البيت، مش تحتاج مننا إن احنا ننزل جيم. هنبدأ التمرين الأول، هيكون اسمه جامبان جاك. تمام، دي تمارين بتكون ممكن نعملها في البيت. عايزين نتكلم عن الكارديو. الكارديو من الحاجات المهمة جدا أثناء الصيام. لما نحب ننزل الجيم بيكون من أهم التمارين اللي احنا نعملها واحنا صايمين الكارديو، وما يكونش فترة طويلة، ممكن ماكسيموم تلت ساعة بس عشان ما نفيقش الجسم. ممكن نعمل تمارين بطن أثناء الصيام. الويتس ما ننصحش بيها أثناء الصيام قوي، ننصح نعملها بعد الفطار.